زي ما قلنا ان في لغز جوه النادي الاهلي اسمه بودست برضه ناصر منسي، لعيب صغير في السن ولعيب عنده كل المقومات الجيده، ليه ما بتستغلش الفرص اللي بتجيلك جوه نادي الزمالك؟ فيعني احنا هنجيب الحالات من غير حتى من الكلام عن الحالات الفنيه، ناصر منسي لعيب كان جيد مع نادي طلائع الجيش وكان جيد مع نادي بيراميدز، لكن لما يتخلق له كم الفرص وكم الامدادات اللي جات له خلال المباراه وما يستغلهاش بالشكل الامثل ده، لما تيجي تقعد دكه انت بينك وبين نفسك ما تزعلش، لما تتفرج على نفسك بالشكل اللي انت ظهرت بيه قدام سيراميكا بالوضع وكل كم التمريرات اللي جات لك طوال المباراه سواء من عبد الله السعيد او من زيزو وما استغلتهاش بالشكل ده، لازم تقف وقفه مع نفسك وتبدا تشتغل مع نفسك عشان خاطر يبقى ليك دور مؤثر مع نادي الزمالك. عظيم.